تمام. عبد الرحمن معانا على التليفون. مساء الخير عبد الرحمن. كبدي. مساء الخير عليكم كلكم طبعا. ولدي كبدي. منورنا في البيت الكبير وقناة النادي الأهلي. طبعا معانا النجم الكبير الكابتن أحمد ناجي، واحكي لنا بقى كده كواليس الكابتن أحمد ناجي. أنا عارف كواليس اللي بعد العشاء في المعسكر، أنا عارف كنا بنعمل إيه والشعر اللي بيقوله، وساعات بيطلع بحاجات يعني أنا كنت بفاجئ بيها. قول لنا بيعمل الكلام ده في البيت، ويعني الكابتن أحمد ناجي بقى كأب يعني، بالنسبة نطلع بره الكورة شوية. اولا قبل ما اتكلم بس على كابتن احمد ناجي، انا عايز اهنيكم على شكل القناه الجديد طبعا. شكرا. واهنيكم انتوا الاثنين تحديدا على البرنامج ده، كنا محتاجين برنامج عميق كده بيتكلم في بقيه المجالات، مش بس في الكوره ومش بس في الاخبار المحليه. لا انا بيعجبني جدا فقره كوبانوبي، وبيعجبني كل الفقرات اللي بتعملوها. حاجه كويسه. متابع جيد. كويس. ما شاء الله. عبد الرحمن ليه دور في النادي الاهلي وفي اللجنه العليا. اللجنه العليا. وعنده مقترحات، والكابتن بيحبه جدا كابتن محمود. ما شاء الله. كلمني عن باباك بقى يا عبد الرحمن، انت في البيت طبعا بيتكلم في الكوره اكتر ولا بيتكلم في الشعر، بيشعر اكتر؟ لا احنا البيت عندنا فيه ثقافات كتير جدا يعني. ثقافه رياضيه وفي ثقافه فنيه. ويمكن كلنا متاثرين بالثقافتين، في تاثر شديد جدا بالرياضه. واضح. لعب رياضه قبل كده. حلو جدا. وفي كمان تاثر كبير جدا بالناحيه الثقافيه في البيت، سواء شعر او وانت كمان بتكتب. انت كده لما تقعد جنب حد يعني فاهم، تاخد منه حته كده، ما بالك بقى ده ابويا يعني اكيد هاخد منه حته. طب بتغني؟ صوتك طالع حلو برضو زي بابا. لا 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 اوعى تغني. ليه؟ روح او امشي. اكتب احسن، اكتب احسن. على فكره الصوت الحلو ده امينه هي اللي بتغني حلو. الصوت الحلو ده بيبقى وراثه ساعات. امينه بتغني حلوه والله. بس انت وحسني لا 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 لا. يعني انا بحب اسمع مزيكا جدا طبعا، بس عمري ما جربتش اصلا. ما فيش الكلام ده يعني. ما جربتش تمام. اكيد جربته وحد قال لك ما تغنيش. والله ما جربتش. احمد اللي قال لك. لا ما جربتش فعلا يعني. طب قول لنا برضو. قول لنا دورك برضو كابتن، بيقول انت ليك دور في النادي الاهلي ومن ضمن يعني الناس اللي بتقدم وليها رؤيه مستقبليه، وانت عارف النادي الاهلي في الفترات الاخيره بنمر بعمليه بيعتمدوا على الشباب جدا، وانت عضو اللجنه العليا، والنادي الاهلي خلاص بيعتمد على الشباب، وبيعتمد انه كمان كابتن الخطيب كان بيقول احنا بنعمل تطوير في المباني، لكن كمان تطوير على مستوى الشباب وعلى مستوى ولادنا اللي عندهم خبرات ونستفيد بيها في الفتره اللي جايه. كابتن هاني، يمكن الفتره اللي فاتت دي كلها كان في اعداد لكوادر جديده جوه النادي الاهلي، منهم ناس ما شاء الله وصلوا لوظائف مهمه في النادي وبقوا كوادر اداريه مهمه. ويمكن الفترة اللي فاتت كمان كان الكابتن مهتم جدا بحتة ان احنا نشتغل في مجالات كتير، يعني ما نبقاش الشباب متواجد بس في الحتة الإدارية او متواجد بس في الحتة الفنية، لا بقى في كمان دور للتوعية للشباب جوه النادي الأهلي. حلو قوي. دي حاجة. الحاجة التانية ان احنا اتربينا في النادي الأهلي على بعض الثقافات المعينة، يمكن انا متأثر بيها من البيت كمان، ان انا اتربيت في بيت البيت كان جوه النادي يعتبر. لسه الكابتن احمد بيقول لي انت وانت عندك شهر في جوه النادي الاهلي، وانت عندك شهر شهرين. انا تقريبا عشت يعني بابا 23 سنه جوه النادي الاهلي. صحيح. ال 23 سنه اللي جوه النادي الاهلي دي احنا اتربينا نفس التربيه، يعني انا اتحداك ان بابا يعرف هو كان بيقبض كام داخل النادي الاهلي. ليه؟ لان هو ملوش عقد اصلا. ما تقولش عشان تضيع. لا والله بجد، احنا اتعودنا على مدار الحياه جوه النادي الاهلي ان الكلمه دي شيء قيم جدا ودي قيمه عاليه جدا، فده متعلمه من قبل لما اشتغل في النادي الاهلي، فاوريدي احنا اتربينا على قيمه الكلمه جوه النادي. لقيته. صحيح. بالظبط. نفس الكلام برضو كلمه ان انت مخلص للمكان، مخلص للنادي، هي نفس الفكره، انت مخلص للبيت ومخلص للنادي، لان التربيه المبادئ بتاعت النادي الاهلي بنتخانق، احنا عشناها جوه النادي وفي البيت، فاوريدي انا اتاثرت بيها في كل حاجه. بس بيقول بتختلفوا وبتتخانقوا كابتن احمد. حتى الخلافات اللي بتحصل، حتى الكلام ده بيحصل بشكل راقي جدا، يعني بيحصل برضه بمبادئ النادي الاهلي. متربي. احنا جوه النادي الاهلي. صح. مش بس لما نيجي نشتغل، حتى الصداقات اللي بتتكون جوه النادي الاهلي مبنيه على مبدا التحضر. احنا في تحضر ان الخلاف لا يفسد للود قضيه، يعني يفسد يا كابتن. لا. يفسد. لا يفسد. اساس فساد القضيه الاختلاف في الراي. النادي مستحيل يفسد، لان في النادي الاهلي انت لا انا بتكلم بشكل عام، بتكلم بشكل عام، مش بتكلم عن نادينا، بتكلم بشكل عام يا عبد الرحمن. لا عبد الرحمن، هو الفكره نفسها ان وكنا بنتكلم في الملف دوت، والكابتن احمد ناجي كان بنتكلم في الملف، مهما كانت التحديات اللي بتواجه النادي الاهلي
مش على مستوى الإدارة بس، حتى وانت بشغلك ممكن في تحديات معينة في الفترة الأخيرة بيواجهها النادي الأهلي. هي فكرة ان انت بيتقفل عليك باب المكتب او باب الاجتماع او باب اوضة اللبس، هي نفس الفكرة في اجتماعاتنا في اللجنة العليا. بالظبط انا بتكلم بل مفيش حاجة تطلع، مفيش حاجة تطلع، هم في اللجنة العليا مثلا هي نفس الفكرة، ليهم دور كبير جدا في النادي. لكن ما انا شخصيا عمري ما عرفت حاجة حصلت في اجتماع من اجتماعاته. وانا عمري مثلا كان يبقى الاجتماع ساعات في البيت، ما ينفعش اسمع حاجه، ما ينفعش على درايه باي شيء، لان طريقه النادي الاهلي اللي جوه دي مبادئ وسياسه خلاص يعني على مر العصور يعني. بالظبط هي فكره النادي الاهلي المبدا نفسه واحد على كل الادارات، كل صحيح. الفرق الرياضيه كل حاجه هي متبعه نفس المبدا. صحيح مبدا المبادئ النادي الاهلي مش مبدا واحد يعني، طبعا هنبادئ كتير جدا، بس مبدا الثقه ومبدا ان انت تبقى المكان اللي انت الفرصه. بالظبط الفرصه برضو فكره التكاتف جوه النادي الاهلي، انت في وقت كتير جدا اوقات كتير جدا جوه النادي الاهلي كان الناس اللي موجوده في النادي الاهلي ما هياش احسن ناس، بس هي اكتر ناس مخلصه واكتر ناس بتدي عندها كله واكتر ناس عندها استعداد تضحي عشان خاطر النادي الاهلي. هي دي الفكره، اللي بيكمل في النادي الاهلي مش شرط يكون احسن واحد، لكن هو شرط يكون اكتر واحد مخلص للمكان واكتر واحد عنده استعداد يضحي عشان المكان ده. ده في كل المجالات، مش بس في الفرق الرياضيه، مش بس في الاجهزه الرياضيه، لا حتى الاماكن الاداريه في النادي الاهلي. يعني انت بدون ذكر اسماء لاي حد، على مدار تاريخ النادي الاهلي عمرك سمعت من مدير تنفيذي للنادي الاهلي او عضو مجلس اداره في النادي الاهلي قال لفظ خارج او قال كلمه مش مناسبه او قال حاجه ما تتناسبش مع ده؟ احنا بننتقد ان احنا ما بنردش في كل وقت وما بتهاجمش في كل وقت وما ودايما انا دايما يا عبد الرحمن بقول لازم نخلي، ودايما ده هنخلي زي كابتن، يعني كابتن ما اعرفش ان انا قلت كلمه النادي الاهلي في حته تانية، موضوع حته تانية ديت لازم يعني احنا مختلفين الحمد لله، مش مختلفين ان احنا بنعمل حاجه مختلفه، احنا بنعمل الصح وبنعمل حاجه احنا مقتنعين بيها ومتربيين عليها، فهي ده اللي هنمشي عليه وهو ده السكه اللي دايما النادي الاهلي ماشي عليه، وما فيش حد هيقدر يجرنا لسكه مش بتاعتنا. صح. بس هو ده اللي عامل قيمه للنادي، على قيمه النادي الاهلي في مبادئ، ودي المبدا اللي بيخليك انت تخاف تغلط قدام الناس لان انت مهتم للنادي الاهلي. على فكره انا حتى في شغلي بره النادي بخاف اغلط لاني مهتم للنادي الاهلي، فما ينفعش الناس تشوفني في وضع مش مناسب، ما ينفعش الناس تشوفني هو كشخص كتصرفات طبعا يعني. كشخص بالظبط هي دي الفكره الحقيقيه، ان انت من النادي الاهلي انت ليه الناس، ليه الناس خرجت من النادي الاهلي كتير جدا ومش واحد او اثنين، ده اي حد كان خارج وهو احسن لعيب في مصر بس عمل حاجه خارجه بره النادي مش شرط في الملعب كانت سبب في ان هو يخرج بره النادي الاهلي. ده ليه ده؟ في انديه ثانيه بتلم الناس دي تلعبها عندهم وخرجهم. ده حقيقي، ده حقيقي. احنا الفرق بيننا وبين غيرنا ان احنا عندنا قيمه المكان اهم بكتير جدا من المواهب اللي فيه. قيمه المكان تخلي احسن حارس في مصر واحسن حارس في افريقيا ممكن يمشي لغلط عادي جدا، احسن لعيب في مصر واحسن لعيب في افريقيا ممكن يخرج بره النادي لباب صغير جدا. صحيح. ان هو نحسن قيمه المكان ما اداش المكان ده حقه. صحيح. نفس صحيح. الكلام ده ينطبق على اصغر واحد في النادي الاهلي، العامل اللي في النادي الاهلي ده لو مش حاسس بقيمه المكان ما هو في الاخر هيبقى زيه زي اي عامل تاني، ممكن يكذب، ممكن يسرق، ممكن يغلط. هي دي الفكره، ان العمال اللي في النادي الاهلي من ايام ما انت كنت بتلعب كابتن هاني ومن ايام ما كان بابا بيلعب، انا عم حارس ده شفته وانا عندي 6 سنين. أيوة. شفته لحد دلوقتي، شفت عم حارس الله يرحمه وشفت ابنه. طبعا عم حارس الناس دي اللي احنا شفناهم وهم صغيرين وشفناهم وهم كبار، لان دول الناس اللي بتستمر في النادي الاهلي. عم حارس ده عنده انتماء اكتر من لعيبه كتير جدا بتلعب في انديه ثانيه. صح مظبوط. مخلص يا عبد الرحمن، مخلص. وانت كمان يا عبد الرحمن كمان انت يعني من طون صوتك ومن طريقه كلامك عندك شخصيه النادي الاهلي، واضح انك متربي جوه النادي الاهلي زي ما الكابتن احمد قال، ودي الكوادر اللي مستنيينها من النادي الاهلي، وده اللي احنا عايزينه، وده لازم يعني نمسك في بايدينا واسناننا زي ما بيقولوا، ان احنا رغم التحديات لكن عندنا كوادر زي عبد الرحمن، عندنا كتير. عندنا ناس كتيره جدا جدا عارفه قيمه النادي الاهلي وعارفه كيان النادي الاهلي. عبد الرحمن بنشكرك شكرا جزيلا، نورتنا في البيت الكبير، في البيت الكبير، شكرا جزيلا.